ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ وده سؤال استنكاري، سؤال مش مستني إجابة، على قد ما هو عايز يفوقنا على حقيقة معينة. هل إحنا حاسبينها صح؟ هل في سبيل إني أكسب كل حاجة في العالم ممكن أخسر نفسي دي تبقى الحسبة الصح؟ يسوع في الوقت ده كان بيقول حاجة غريبة قوي، بيقول خلي بالكو اللي عايز يخلص نفسه بيهلكها، واللي بيهلك نفسه من أجلي بيخلصها. واللي يسوع عايز يشاور عليه في الجزء ده إنه خلي بالكو مفهوم الكسب والخسارة، الهلاك والخلاص في ملكوت الله مختلف عن ملكوت الناس. في حاجات كتير هتعملها في حياتك هتبان إنك كأنك بتهلك نفسك بتخسرها، لكن أنت بتكسبها من أجلي ومن أجل الإنجيل. وفي حاجات تانية هتكون بتعملها بمقاييس العالم أنت بتكسب كل حاجة، بس هينتهي بيك الحال إنك تخسر نفسك.